جيبايا، ويوصف أحيانا بأنه ملك بناء الأعشاش في الطيور. وطائر نساج البايا هو طائر موجود في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ويستخدم حائك البايا مهاراته الرائعة في بناء العش، وهي تشتهر بأعشاشها المعلقة. وعادة ما توجد مستعمرة الأعشاش على الأشجار الشائكة أو سعف النخيل، ويعششون في مستعمرة تصل إلى 30 عشا، وتكون بالقرب من مصدر الغذاء ومواد التعشيش والماء. ويتم نسج الأعشاش بشرائط طويلة من أوراق الأرز والأعشاب الخشنة والشرائط الطويلة الممزقة من سعف النخيل. وقد يقوم الذكر بما يصل إلى 500 رحلة لإكمال العش، وتستغرق الذكور حوالي 18 يوما لبناء العش الكامل. وعند اكتمال الجزء الأكبر من العش يبدأ الذكور في التراقص أمام الإناث العابرة، وتتفقد الإناث الأعشاش وتتجول وتفحص عش كل ذكر لتقرر موافقتها على الاقتران. وبمجرد إقران ذكر وأنثى يواصل الذكر إكمال العش بإضافة نفق المدخل. ورغم أن الذكور هم المسؤولون فقط عن بناء العش، لكن الإناث قد يشاركون في إطفاء اللمسات الأخيرة. وقد تقوم بعض طيور البايا بلصق اليراعات بجدران العش لتضيء الجزء الداخلي.